بسم الله الرحمن الرحيم عبين مناكسن داو ديال كسو دوادا برنامجك وراركا عاوة تلفزيون كي اتش بي ان قضبادا عن إذن كوغاهي نو وحا كمدا وراركي قد بيهي دقالك كسو عدا مريكا قزا وعاوة قلي هبين كي سغاشن إيه سيديداد إزرائيل دو قيمة بأن أيي ودا إن كستو معانتي محكمة دا أي سي جي اي عالميقا لهور كياني يدو لغو ايدين ايو دنبية دقال حزب الله وعاوة كل واغدي إن أي دقيم أوجيستي صديقة عيدة كإسرائيل أي كل يهين حتى لبنان يوربا إسرائيل حماس أو سي أدق أغهر تمد ورد كشيغية إن مسؤوليين تا سرسرة أي كبحان مريكا قزة دورة قدر أي أهنطان أيضا كهذا الشيء صديقة مريكا كل يهي ودك سوريا أولا ويراري ميدوغا يوروب أولا شيغ إنو كفكريو إنو كقيم قاتوها والقل ملتري أو كدنا حوتيين تا ودينتا ايا ايقونا كوهن جبايا اني سنقون دونين كواب لاعان ويرار كستو اللي اسكود دايو ان لغو سوا قادو حيسادة بريقا دحي مركا لغتوغو وحاكسي داريس حيسادة كالوسن قاعنكا باب المندب ايا بدعاس معلومات كان يوريبا وراركرة يوريبا حبنتي فراقينتا ايو نبرامجكا عاوة اذي كوغو سوا قد بنينا وارقالين مهيمة ما تعيشها إن والدك أو دنتي أما حرونسان أو سريريالة واني ما انكرين حرمك براكيسان لوقدوه أعماش عمرضاد هادبها ديه جوابتو هاتحي وحالقوها يا علموكو سوغان مغالادة براكيسان إما كالمكرمة أو اقوذي عمرضا والدك انت اللي قوشيرو قدشادة أعماش عمرضا وحانا لقو صودوبة يا مغالاكو سابسان قابكي أيو دعضي عمرضو هادبك فايدي سفر سدن مهيمك أو لحرير تلفونكو شاشد محمد عدي او برنامج كسكسو دوي ايا قدك كجرا محمد وراك او وين عاو وزارة عافمات كي غزة ايا شيغيسا ان افرلاتنك ساعة رسول دافي ان اذا ماذا اسرائيل اي قيستين طبان حسوق كان قيستين مرينك غزة وحا انتبه اللي هاي بقول الله بقى طبان قف بقول يساقاشن اي افر قفنا وداوع سدا اي وزارة عافمات كي غزة شيغيسو إلا يسدوا كن أوقف أيها بربر كهوستي سكوما غن أولا غياسي إن الانتين لمشادنا وحا يكدو داهايد أنك فلسطينيين تا سدح إلا باعتن كن يشان بغل هل كتدك داوة عانا الليحدن كن كدو داهاي سيدا أي وزارة دا عرفماتك شيريس أوركا حزب الله أيها كدو واغي إن دقال يهندو دا أي بيك سدين غوبا يكسقنا يين إذا ماذا إسرائيل كم إذا deegaano ay ku leeyihiin dhulka ay Israa'iil xoog uga haysay dadka Falastiiniinta waxaana la beegsadeen hub munaasaba Hizbullah ayaa sheegaysa in deegaano in ay beegsadeen gantaalna la dhaceen oo askarta ku sugnayeen oo kamid tahay Talsha waxa sidoo kale ay sheegeen in duqeyntaasi dhaawac iyo dhimasho intaba ay keentay waxa sidoo kale gantaal la dhaceen deegaanada kamidka birkaat risha dimasho iyo dhaawac intaba in ay u geysteen askarta Israa'iiliyiinta markii hore ay Hizbullah sidoo kale waxa ay sheegtay in ay bartilmaameedsatay kiryad shamoona oo ay gantaal la dhacday ciidamada ama dagaalyahanada iska caabinta wada ee waddanka Iraq ayaa ku dhawaaqay in ay beegsadeen shaddadi xarada militaryga ee la yiraahdo ee ciidanka Mareykanka ku sugan yihiin ee waddanka Suuriya iyagoo la beegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn todobaadii la soo dhaafay urure kala duwan oo kuwa iska caabinta wada ee Iraaqiyiina ayaa ku dhawaaqay in ay weeraro u geysanayeen xariiqaha militaryga oo Mareykanka ku leeyahay Suuriya iyo Iraaq iyagoo oo jawaabaya in dawladda Mareykanka ay ku taageerto Israa'iil xad gudubka ay ka wado iyo xasuuqa Mareykanka Gaza Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka hadlay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee dalkiisa la geeyay oo xasuuqa ka dhanka ah Falastiiniinta lagu soo oogay Mareykanka Gaza. Netanyahu ayaa sheegay xilliga Israa'iil ay la dagaalamayso xasuuq ayada ka dhana ayaa waxa lagu eedeenayaa inay wax xasuuqayso. Waxa intaas ku daray caalamka ayaa madaxiisa iyo majlis isdaba mareen waxaan la dagaalamaynaa buu leeyahay waxa uu ku sheegay argagixiso been ayaana la dhoobaya waxa sidoo kale uu weeraray xukuumadda Koonfur Afrika oo dacwadan ka bilowday maxkamadda dambiyada maxkamadda ee cadaaladda ee caalamka wuxuuna ku sheegay in Koonfur Afrika ay
منافق نمدي ذا يؤهن تذا عرك جات إيران أي واحد كذا ربنا سامح محكمة عدالة عالم كي أي سي جي إن أي دعوة دن أي دقيسنيسو كوفر أفريقيا أي كنتي إن أي وقادة سعة عدالة يدو آنن وحبا كخصو قادن عدالة سكا أو مريكن كساريو حبناها محكمة داس وحا سيدو كلا وشيغيا أفهيينكا وزارة أريمها دبدا ودن إيران ناصر كناني إن أي إيران كل رجوين تاي إن أي أركان محكمة عدالة عالمية أو سعة عدالة باريطان وقصم إيسا عباشادة دولة كوفر أفريكا سوقت بسي إيو الدلالة كتنكا حكومة سهيونية دا مركة أي تمادو دنبيادة دقال كتنكا تدك كنو الغزة إيو إن أي إسكاين راتيرتو عدالة إسكا السياسة ديت إيميتك آن سياسة دا أهين إي دولة مريكن كودو wargeyska ganacsiga ugu weyn mareykanka ee dadka Bloomberg ayaa waxa uu soo xiganaya ila xogaal oo sheegaya in ururka midowga Yurub uu ka baarandegayo suuragalnimada ah in ciidamadiisa badda ay ka qayb qaataan howlgalada badda cas ilaha uu soo xignay wargeyskan ayaa sheegaya in ururka midowga Yurub ay ka wada haajoonayaan in ay xubnahooda ay kharash ka howlgalkaasi bixin doonaan maraakiibna ku biirin doonaan isbahaysiga oo Mareykanka horseedka yahay waxaa sidoo kale laga soo xiganayaa xukuumadda Qatar in ay xaqiijisay war ay Israa'iil ka hadlaysay ahaa in ay soo jeedisay hindise xukuumadda Qatar oo hoggaamiyasha ururka Hamas looga saaray marinka Gaza saraakiisha Qatar ayaa arab ku adkeeyay in hindisa saasa oo laga wada xajooday inuu san jirin oo madaxda ururka Hamas qasal looga saarayo waxana cad hadalkaas inuu yahay mid hore ay Hamasna ugu gacansiirtay waa garto waya ahmed aad badan waxaan tahay faraqaynta inuu gudagelina haatan soo gudbinta barnaamijkan waxa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah una adeegsato adeegga Safari Remit, booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. Aan dul istaagno xogta ku saabsan xuutiyinta way hanjabeen maanta. Cabdimariin aan xuuti baa hadlay wuxuuna sheegay jawaab la'aan inaysan noqon doonin weerar kasta oo isku dayan lagu soo qaaday wuxuuna yiri jawaabteen waxay ka darnaan doontaa tii shalay aynu dhignay shalay waxaan ognahay in ay sida la sheegay ganta la ku garaaceen maraakiib mareysay gacanka cadmeed Mareykanka waxay leeyihiin maraakiib ganacsi buu ahaa laakiin xuutiyiintu waxay leeyihiin waxaan weerarnay maraakiib dagaal imikan waxaynu maqleynaa Faransiiska oo leh ma hoostageyno Mareykanka hawlgallada aynu ka wadna badda cas midiga Yurubna waxay leeyihiin ka fakareyna waxaa halkaas maxamed qubaradu kale yihiin iyadoo wadamada qaar ayna raali ka ahayn inuu Mareykanka horseed ka noqdo xulufadan u raadsanayo in uu ku cabsi geliyo xuutiyiinta waxa muuqata xuutiyiinta inaynan qaadanaynin maqleynina fariimaha ka soo baxaya Mareykanka iyo xulufada wada sida Cabdimalik Al-Houthi uu xuseeba Mareykanka asagaa dagaalka bilaabay oo beegsaday doomo ay leeyihiin ciidanka badda Yemen weerarkii ugu horeeyayna shalay ayuu dhacay faahfaahin dheeraad oo ka soo baxday ma jirto wixii halkaas ka dhacay laakiin xuutiyiintu waxa ay sheegeen in ay beegsadeen maraakiib dagaal oo Mareykanku leeyahay dhanka Mareykanka iyo Britain waxa ka soo baxay in ay soo rideen diyaarada aan duuliyo lahayn iyo gantaalo laakiin wax sawir ah iyo wax faallo oo dheeraad oo meeshaasi ka soo baxay jiraan laakiin waxaan ku sheegayaa xuutiyiinta waa ka go'an tahay inayna mowqifkooda ka noqonin Mareykanku waxa muuqata in uu u dadbadsanayo arrinta la xiriirta marinka qasana in ay ku soo adkaanayso Mareykanka marka ay noqoto fursada Israa'iiliyiinta la siiyay oo ah in ay meel mariyaan hadafyadii ay sheegteen in ay meel marin la yihiin
إن إرادين أيام وحبت بادية إن دجالك ميدان كلاجع عن صريو إن أي حسوق يدا إيدات كريت وجيزنا أيام يدا أو محكمة دي دمبي يدا عالمي جا محكمة دي عدالة عالمي جا إجيزنا يسوع حسوق كلنا دتك فلسطينيين دا إن دتك ريت كأي بنبوين لدى بأرديس وحب موجنا يسا تبرد الرضا يدقني ماذا هيستة حكومة دا إسرائيل تنقلوا أيضا إسوسو تريس أيها واحد هاي مرايكنكا إسرائيل با نيات حمو إيو وحا حيستا إن وحي إربين ورن إيميل مرلايين وحاكو هارتي وقشدا وزير كاريمه هدي بدا ودن كمرايكنكا محوغي هاريمه هدي بدا ودن كمرايكنكا دارلك عربتو كتغيو ودن بيسي ودن كمصر إن أي ننجيرين وحلا تابان كرو وكسو بحيا وحانا موغتا مركا إن دقال كان ونسيس عنكرين حبت جوجين تلقاري دوننا إن أي أبادان تهاي إن إسرائيل ومرايكن كو قصبو هي محكمة الدنبيادة عالمي إن أي قصبان إن إسرائيل أي جوجيسو حسوق أي كوض دومارين كغزا محالك يير دونا إن أي كمدا محكمة الدنبيادة عالمي محكمة عدالة عالمي مانتا لنعي أي واحد للبنيان أو أي كفر أفريقيا وجوه الرئيس إن محكمة دو أي سو أفجرتو حسوق إسرائيل أي كود دمرين غزة وحنا موقت أرنتاس إن حساسية دي دل هذا هاي لأنك كلا مريكان كوحسكو ديا إن حل دبلوماسية والراديو أرنتن لكن دبلوماسية دي سا حماس لقاها أي كفر رئيساتي وحين آمن سنتهاي إن أونا دجال كوجوك سنين أيادو أن له جانسن قطبتي دجال كبلو بيسوي سوجي ديسي أو عدو البي أكتاي أو كمتاي إن هون قبطين تلاقي قاب لكودا إن محابيس فلسطينيين تقلن للسود دايو إن عيدا مدى إسرائيل أي قرطان شروط الآن وايك محمد وحصو هذا القاضي أنتوني بريكن وغيها مورها الدبدي عدالك مريكان كسفر كيسا موقال كان قرنويتو وحال صوت لقيب يعني مدح تويدا ودك مصر عبد الفتاح السيسي والله كل مايا صحافة دمر ولها اللي أنتن بليكن هذا لا عجيب وشيء وحيري إسرائيل ضيال كانوا سوقة بجبي سواء كشقيننا دناها مرايكن كانوا كتير تويرة ضيال كانوا سوقة بجبي لكن وحيري واحد لوب هاي هدمار القاد إسرائيل أيها شو نك أمان كأ يه إن له له قرن فلسطينيين تأي ليهين ما حال الله في سيرانيا الله ولا نعري الله ولا هو مرايكن كل جمل يجي سنة يسدي حماس قبته ضمانت قاد إسرائيل وحقوقها حقوق هذا حقوق وحقوق كويسي دبلوماسية كويسة ميسو مرايكن كويس كدي إن وحماس كسارة ماشى أو إذا ما عالمي يسوق ليه أو إذا ما دي عالمي جاها يوحي وكشقيين وشقيين لأيهين سبب تقرار ذي حب جوجين تعالمي قالوا قصة مين لها ابن أدمي مرايكن كاسيك ديدي هذا الكن وبلينكن وذو حماس كوما صعدوا حماس مرنا بلغم يابو إن إسرائيل أقوانسطو مرنا بلغم يابو إن أي دقال كجوجيسو إنتا لوهو جان سميو قضبط إيسو جيدس وشروض لآنا وحا إنتا سلير حماس وحا يكوش بدين إسا مرايكن كإنو قيب كيهاي دقال كلغو بربوريي دادك فلسطينيين تا دومركا عرور تا إسبتالة مركا مرايكن وحا ويهي صحافة دمركو الله رليو dadka dhageysanayo dhan dhagahooda ku dhicmaayo iyo laptop-ooda waxa uu Mareykanka sheegayo waxa la la yaaban yahay sida ay u fashilmeen military-gii Israa'il iyo xasuuqa meesha ka dhacaya iyo sida uu Mareykanka asagana diblomaasi ahaan go'doon u galay waxaana muuqata sida ay khabiirada qaar hadal ku dhigayaan waa bilowga dhamaadka wixii la oran jiray Israa'il محمد أهنتا محكمة دا أينو دل استهاجمه محكمة دي دبعا بريبا لقود قلد وانا قيب تير لباد إسرائيل بانا دود دل لقى سند وانا ريزول زارها إسرائيل وانا مقلين هذا الكيسة محال لقى فلان كرا سيقود محكمة دا يوحى صعبة محكمة دا وحى لقى فلان كرا ما إشافرتين كرا لكن حير ديك تيدا محكمة دا غير سورياشا ودلال كل الدوان كيمي وحتى أونين صومالي كجرو وحا إيادنا لحصيا
إن محكمة دا لقى عطسن دونه إن حسوق غزة كصعدة إن أي سميسة ضرب أح إن إسرائيل حسوق جوجيسو وحاصلن أي لقى أرسوية تنكره أيضاً عريس كذا لي وحويه هدي قوانين تعالمي إيه محكمة دان ورك أي صو صارتو يدو محكمة دي لو فرديو حسوق إن لابد بقوله قفنا للدلو لابد بقوله قف دوار دعوة وحا أي وجه جب إحنا ما كنتها محكمة دي لفر كده وحا موقتا إسرائيل كبركي يو كتغرف فلكي أي ودي جرتين أي ودي ودو أرنتنا هذا وحا مريسا مال آت خطر وع حوجي دي يحشي دي يقلب كده والدفاع إليهم مريكن كسعد أيو بناك ولا تاجي هاي وحا الرباع واحد دمانة سي إسرائيل إسرائيل حوج أي ولي قد ماشي كتجوكتي حوج أي الله قلت سي أنا مرين مايو سيدا أي قبان خبير رفر بدنو أرمهان لفقورا إني حماس يليسو إني سرق دا إسرائيل إيه مريكا كجران إني كسي دينيسو إسرائيل مركي غياراتو ملتري قيادة مدفاعي كرو حدي دقال كهل الجوجيا ليلة هدنا قصارد ووين وحقود عيا إسرائيل سببتو أواحد دمانة دا او امان كيدو واحد ستمجرتو الها قارنا وحي شيقيان واي كمديهين دادك قدون دوليلا ارمها اسرائيل قده دا ان اي بلابتي ان اي قحان دادك اسرائيليين تا غير كودنا وحلو شيقيا ان اي نرجك قوين حتى اي نسان نغضان واقرت واي محمد واحن ايقنا ورئيمكا صور دعي ان اسرائيل انكستو محكمة اكو صعو تلقونا ايديني وحسوق اني جيساني سو ايمكا ان وركا كي ماريا مريكا قزا waxay sheegayaan guri ku yaala rafah in duqeyn ak geysatay 9 qof ayaa ku dhintay waxana la sheegayaa guriga inuu ku yaalo aag la yiraahdo al shoka waa konfurta mareeka qasa wa warka ugu dambeeyay hadda soo dhacayo en waxa waxa mooda weerarada mareekanka lagu hayo saldhigadiisa ku yaal Syria iyo Iraq inay kordhayaan halkaas maxa ka cusub waxa ka cusub in weerarada ay kordhayaan waxa ka cusub in ururadan Iraq urubadan ayaa jira oo kull go'd isku moqofa Suuriyaana sidoo kale waxaad moodaa Mareykanka in cadaadis badan saaran yahay diyaarada aan duuriyey lahayn gantaalo mararka qaar kood gantaalada waxay ku dhacayaan dhinaca Israa'il iyo magaalooyinka waaweyn laakiin waxaa jira wax la yiraahdo news blackout cid wararkaas soo tabinaysa ma jirto oo aan ka ahayn dhanka Iraaqiyiinta oo hadda bilaabay in ay sidii Hamas iyo سرايا قدس وقال إنه في المسعود وضعه طيب محمد أين دب أقول لها بأنه محكمة ICJ مرايكاً كوحان أقنها إنه عمبارين أيوه كونفر أفريكا دعودنا كسو وقت إسرائيل قرنويت واحد أمورها دي بدي وضعك مرايكاً كوركا صباحي وحي كتري هذا اللي يابله وقه إسرائيل حسوق مجيسا دولة بريتن إلا يهدى متاقيرين إن إسرائيل لقسو وقت دعود لكن وحا كرا من أشرحنا رئيس الوزراء إنغريسكا أو ليبركا مسؤول كأهولي رجيمي كوربين إن التاجر يحلبان ويا برمان ككشرة إن كستول لجسار حزب ليبركا أو حد حزب يعني مدح بنان وأتر طمية أو برمان أفرديو فلسطين التاجر سين هاي حتى وحال الشيء يا محكمة إنه كقريب قليه وتجيه شرجر أدبو قبتي محوش يا جيريمي كوربين Jeremy Corbyn waxa weeye hoggaamiyaha hore ee xisbiga Labour-ka ee waddanka Britain waxa dacwad ku furay oo xisbigiisa iyo asaga khalaas weyn dhaxdhigay jaaliyada taageerta Israa'il ee Yuhuuda waxa weeye nin muddo dheer u ololeeyay xuquuqda aadanaha xuquuqda Falastiiniinta hadda waxa moodaa إن موقف عدك قاتي أرنت محكمة الدنبية دا محكمة عدالة عالمية كوربين وحا أشاقي إن إسرائيل أي قيستي حسوق كد شيء دات فربضان مرنك قزا بربوريسي قريو إسبتالو إسكولو ليسي عرور إيا الدمر وحا كسو أدا مرنك قزا وحا بني آدم لماذا حد قدب وين كوا واجبنا أي تهاي إن لغلا حسابتهم إسرائيل ayuu hadal kiis ku soo gudbay maxamed aad baad u mahadsantahay daawadayaashu way mahadsanihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayna caawa barnaamijkii waxay naga xasuusa daawada si aad u hesho wararkan barnaamijadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbineyno hadii aad ka cusubtay barahayna bulshada ama hore aadan ugu xirneyn ku soo biir waxaanu barnaamijka xiga inta ka horeysa jimcaha wanaagsan nabadgelyo
شركة دسمها قريها عصرقة إمارة لكشري هومس قصر آدو داريو دسمه وضا مرايضة شركة نورد سيسو نقصة كوغو ديارين وا إمارة لكشري هومس إمارة لكشري هومس وحيكو هايسا دسمي يالا دور دادير وقيبا كلا دوان وقريا ديگانا كاكوبان لهنا دمان أذيجي دا حافظه وبهنايين دبا قصتنا وحا أولي يهي مساجي مدرسة دا قرانكا سوبر ماركت كافاتيريو البيوت ويشو غارة كاميروين كأمانكا باركن كقواردة قوبا عرورتو كو عياران هولال تيم إيو قوبا هدباشا أو كلاسو عن رغي دمر ومشروع إمارة هايتس وحانا لغي هرقيري مقالة النيروبي آقا مدعتو يدا أواه قوب آدو ديگان وعن فافاهين ديريا كلا حرير تلفون الله شاشد دا كاقا موضا hidaayad kugu dagtiyo hanuunka allah haye haye shee dariiqeed bar inaad haleesho horta waa mahuraane nurul hidaaya online xukmiyad ka haysan hey hadiyad weeye quraanka xifdintiisa laga helaa hingaada carabiga iyo hadalkiisa lagu barta nurul hidaaya online waa hantidii nolosheena ya salaam aqeedad waa hoggaan laanteed waa habaaw si aad u hungoobin nurul hidaaya online hadda kale la xiriir madrasatu nurul hidaaya online waxa aad ka helaysaa barashada iyo xifdinta quraanka kariimka barashada akhriska iyo qorista luqada carabiga fahamka barashada aqeedada iyo asaaska islaamka barashada xadiista rasuulkeena محمد صلى الله عليه وسلم برشاد صلاته يا اركان تيدا برشاد دعويك يا تربيه عرورته وها واخ كدغ برايال اقون اوله دينتا قرانك عربيغا يا تربيه عرورته مدرسه وهاي كوتالا مقالده هرغيسا وخي فافينانا كل عيرين وانا شاشه دكاغا موقدا معهد كبرشادة حرفتها قعنتا اي كافي انوفيشن حرفت دروسان اي حالك شغادة قود حاشية هدو حيسوه اها او اي حوشية حكار كوكو اها يدحقنا ادن هين حالكي وار لهالي ومعد كبرشادة حرفتها قعنتا اي كافي انوفيشن كافي انوفيشن وبرشادة حرفت دادا اي اشتكي كوكو هاقي لها هريد فرصمدي اد كشاقين لهايد وانا هاقاها قفو البه او حرفت شقوه او قعنتا اوباهن حدا با حرفتها اتكبرني سووحا كميدا barashada xirfadaha dawaarka heer walba barashada xinaha iyo make upka barashada xirfada lightka barashada biyeglinta barashada mekaanikada barashada dabka gawaarida barashada xirfada darawalnimada barashada cunta karinta iyo xirfado kale oo aad ugu muhiim ah suuqyada shaqada hadda waxa uu qaadanayaa arday cusub waxana uu ku yaalaa galbeedka masjidka jaamaca weyn ee Hargeysa wixii faahfaahina kala xiri telefoonada shaashada kaaga muuqda private walk in clinic hadii aad bukaan tahay ama ehelka bukaan yahay ama aad bukaan kale bogsiimaad la jecelshahay waxaan ku bandhigayaa halka baaritaanada Yurub ula bareeraan ilaahayna ku bogsiyo ee warkan ka bogo private walk in clinic waa xarun dhanka caafimaadka ugu adeegta dadka degan Yurub iyo UK waxaana ku qabanaysa dhamaan hawlaha caafimaadka xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuciba xarunta private walk in clinic waa xarun caafimaad oo ka diwaan gashan dhamaan laamaha caafimaadka ee dawladda UK sidoo kale waxay xaruntu bixisaa membership ku sahlaya in marka doonto dhaqtar aad la kulmi karto wixii faahfaahin oo dheer iyo waxaad kala xiriirtaa telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaga muuqda